دكتور، من الشائع ان الناس اللي بتصاب بمرض الألزهايمر بيكونوا من الاشخاص اللي عندهم قدره على قراءه المواقف، ويعني اذكياء، بيشتغلوا حاجات كلها قائمه على التفكير والكلام ده. البناء النفسي لمريض الألزهايمر اللي بيبتدي مراحله الاولى بيتهز بشده، لان هو بيبقى حاسس ان اداؤه وهو لسه في مرحله الوعي بيبقى حاسس ان اداؤه مش هو ده اللي هو متعود عليه، فبيبتدي يضطرب وبيصيب المحيطين بيه كمان بالاضطراب. التعامل في المرحله دي يكون ازاي؟ عاده اللي بيجي لنا هو قريبه، بنته، ابنه، يعني بيجوا لحضرتك في مرحله ما بعد الاصابه بعد ما بيكون مشي شويه ان هو عنده حاجه. لكن مثلا الفيلم اللي كانوا قدموه على مريض الألزهايمر جابوا دكتور شهير تاه ما بيعرفش يروح عيادته، فمراته خدته لقوله ان هو عنده ألزهايمر او مبادئ الألزهايمر اللي هي ضعف شديد في الذاكره. اللي بيجي لنا في البدايه بتاعت المرض طبعا يسهل علاجه عن العيان اللي تمكن منه المرض. فالغرض من السيطرة على الأعراض، الغرض مش العلاج. من العلاج إن إحنا عرفنا مثلا إن الكيمياء الدواء ده هو بيحافظ على الأستايل كولين. فالأدوية الجديدة اللي ظهرت مؤخرا بتمنع تكسير الأستايل كولين. فإحنا مريض الألزهايمر عادة ما بيقدرش يكمل وظيفته شغله. المريض بيحصل له مضاعفات، أرق، غضب، اكتئاب، فقدان ثقة، تبول لا إرادي وخلافه. حضرتك بتقول الأعراض في مراحل مع بعض يعني، ولا حضرتك بتقول لا الموضوع؟ ده احنا بنتكلم على المرض. لكن هيظهر في أي صورة؟ يا ترى ضعف في القراية ولا في الكتابة ولا في التذكر ولا في القدرات الإنسانية الأخرى زي الانتباه، البروسيسنج اللي هي أتعرف على حاجة، البروسيسنج سبيد، الحاجات دي كلها وظائف مخية.